أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن بلاده تعتزم تقليص دعم المواد الغذائية وزيادة أسعار البنزين تدريجيا للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية المتضائلة. وكشف غازي وزني في مقابلة مع بلومبرغ أن لدى مصارف لبنان 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى مليار ونصف مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى 3 أشهر فقط، وذلك بعد أن انخفضت الاحتياطيات إلى نحو النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام. ونبقى في لبنان، حيث عاد المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة وأغلقوا الطرق بإطارات مشتعلة وحاويات القمامة، مع استمرار انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وتفاقم الأزمة المالية في البلاد. واستؤنفت الاحتجاجات بعد عدة أيام من الهدوء النسبي، مع مواصلة الليرة اللبنانية انخفاضها إلى مستوى جديد عند 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. في غضون ذلك، رفض كبار السياسيين العمل معا تشكيل حكومة جديدة من شأنها تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة.